السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا مشاهدين قناة القاموس الإنجليزي لتعليم اللغة الإنجليزية. معكم أحمد عاطف، ومن مكاني هنا بهني كل العالم الإسلامي بمناسبة عيد الأضحى المبارك. ونبدأ الفيديو ده نخصصه لعيد الأضحى، إزاي نقدر نعيد باللغة الإنجليزية. هناخد طبعا في درس النهاردة أهم الكلمات والعبارات المستخدمة في عيد الأضحى والمقابل بتاعها باللغة الإنجليزية. يلا عشان مش هطول على حضراتكم، يلا بينا. Let's get ball rolling. تعالوا كده نعرف في البداية يعني ايه اولا عيد الاضحى. عيد الاضحى ممكن استخدمها نفس اللفظ بالعربي في الانجليزي، ممكن اقول festival of sacrifice. festival of sacrifice يعني عيد الاضحى. ممكن اقول feast of sacrifice. feast of sacrifice عن كلمة sacrifice معناها الضحية أو التضحية، يعني لأنه عيد بنضحي فيه. كلمة feast أو festival يعني عيد، تمام؟ في السياق ده يعني ممكن أقول المصطلح الرابع اللي ممكن يجي بديل لكلمة عيد باللغة الإنجليزية عيد الأضحى، the greater pyram. the greater pyram أو the greater عيد. يبقى عندي كده خمس مصطلحات للفظ عيد الأضحى. تعالوا بقى نبدأ اليوم بتاعنا بيبدأ ازاي. طبعا بنلبس الملابس الجديدة new clothes، ونبدأ نتوضأ طبعا perform ablution، ونبدأ نجهز وننطلق لصلاة العيد. صلاة العيد عيد prayer. عيد prayer وكلمة يصلي يعني pray. فنبدأ طبعا نصلي صلاة العيد. بعد ما بنصلي صلاة العيد تبدأ بقى ايه الناس تضحي sacrifice، وهنا بقى التضحية بتختلف طبعا. طبعا عيد الأضحى مشهور في أكل لحمة، واللحمة هنا بتتدرج بقى لحمة يعني meat. ممكن لحم الكاو الأبقار، sheep الخرفان، goats الماعز، ممكن camels الجمال، أيا كان نوع اللحمة. طبعا خلاص صلينا العيد وبدأت الناس تضحي، نبدأ بقى نعمل زيارات لأصحابنا وقرايبنا وجيراننا، ونعيد على بعض ونقول له عيد مبارك أو عيد سعيد. يا ترى هنقولها ازاي ديت؟ طبعا ازاي كلمة يزور يعني visit، وفي مصطلح اسمه pay a visit. pay a visit دي مصطلح حتى بيستخدمه الطلبة في المراحل الثانوية والمراحل التعليمية عموما. مصطلح اسمه pay a visit يعني يقوم بزيارة. فبنزور طبعا قرايبنا وجيراننا والكلام ده كله، ونبدأ نعيد عليهم. ممكن أقول عيد مبارك زي ما هي كده اللغة العربية، ممكن أقول blessed عيد. blessed عيد. ممكن أقول happy عيد أو happy feast. happy feast أو happy عيد. دول المصطلحات معانا عيد سعيد أو عيد مبارك، تمام كده؟ وهو بيرد لي طبعا بنفس التحية، وطبعا بنقول له كل سنة وأنت طيب، يعني كل سنة وأنت طيب. many happy returns. many happy returns يعني كل سنة وانت طيب. طبعا يعني عيد الأضحى ده هو موسم الحج، يعني كلمة حج طبعا الحج ده في الثقافة الإسلامية، فممكن استخدمها حج زي ما هي عادي. ممكن أقول pilgrimage. pilgrimage. pilgrimage يعني الحج. عايز بقى أقول ربنا تقبل منا صالح الأعمال. may Allah accept our good deeds. may Allah accept our good deeds. طبعا كل حد فينا طبعا بيدي ابنه او بيدي اخوه، ونعيد على بعض وعيديات طبعا. يعني ايه عيدية؟ اللي هي عيد جيفت. عيد جيفت وممكن تستخدم في سياق المناسبة ديت ممكن كلمة تانية اللي هي بونس. بونس ممكن اقول بونس. الكعك بقى والبسكوت والحاجات ديت بنطلق عليها كلمة كوكيز، ممكن نقول عليها كوكيز. كوكيز وترمس بنقول عليه لوبين. لوبين لوبين. وطبعا زياراتنا في العيد لاصحابنا وجيراننا وقرايبنا او الناس اللي بنحبهم، ده كله بيقوي طبعا صله الرحم. فاميلي كينشيب. فاميلي كينشيب او كينشيب تاي يعني صله الرحم. يا رب كل حد فينا يحتفل بالعيد بشكل سعيد، ويعود علينا الاعياد اللي جايه بخير وسعاده، ونكون في احسن حال، وربنا يبعد عنا الوباء والبلاء. اللهم آمين. وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.